طيب، السلام عليكم شباب. كنا اتكلمنا من اول الكورس على قوى الريبالشن والاتراكشن تكملة للكورس بتاع السنة اللي فاتت الخاص بالمغناطيسية. بدأنا نتكلم على الروتري ماشين تكملة برضو للدي سي موتور اللي بدأناه الترم اللي فات. قلنا ان الدي سي موتور فيه انواع، الدي سي موتور في انواعه، كل انواعه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التوصيل، تعتمد على التوصيل. توصيل ايه؟ توصيل الستيتور وسوري الستيتور اللي هو بنسميه الاكسايتيشن او الفيلد. فقلنا ان احنا ممكن نقسم الدي سي موتور لكم نوع رئيسيين. والله ممكن اغذي الفيلد او الاكسايتر اللي هو الستيتور اللي هو ما بيتحركش من بره، فعشان كده بسميه سيبريت او بنقول سيبريتلي اكسايتد، يعني التغذيه بتاعته من بره، او بنسميها سيلف اكسايتد. كده الاثنين بيتغذوا من نفس الحاجه. مين هما الاثنين؟ الستيتور اللي ما بيتحركش والروتور اللي داخل له كهرباء برضه. يبقى الاثنين داخل لهم كهرباء من نفس السبلاي، بس انا ممكن اوصلهم مع بعض توالي، وممكن اوصلهم مع بعض توازي، بنسميها بارل او بنسميها هنا شنط. يبقى سيريز او شنط او ايه، او سيريز وشنط مع بعض كنا بنسميها ايه؟ كومباوند. كومباوند ده خليط ما بين السيريز وايه والشنط. وقلنا الكومباوند ده ممكن يبقى ايه، احنا بنعمل ايه يعني خليط، يعني الفيلد بيتوصل توالي وتوازي. عشان كده قلنا مفيش فيلد واحد، في كام فيلد؟ في تو فيلد، يعني في تو فيلد كويلز. فممكن اوصل الاثنين، واحد اوصله توالي مع الارمتشر فبسميها لونج شنط كومباوند، او اوصله توازي مع الارمتشر والتاني اوصله توالي معاهم هما الاثنين فبسميه شورت شنط. وقلنا ان كل واحد فيهم وليه استخدام، وكل واحد فيهم وبيستخدم في ابلكيشن وليه المزايا اللي بتخليه مرجح في الابلكيشن ده، والعيوب اللي بتخليه ما ينفعش في الابلكيشن ده، على حسب التورك والسرعه وتحمل التيار والحاجه بنسميها الرننج افشنسي، كفاءه التشغيل بتاعته تكون عاليه. هنا مثلا لو هو في حاجات الرننج افشنسي بتاعتها مهم جدا، مهم جدا ان الافشنسي تكون عاليه. دي للحاجات اللي شغاله ايه؟ اللي شغاله لونج تايم. لان دي لو هي كفاءه مش عاليه هتهدر لي باور على الفاضي. وفي حاجات تانية مهم جدا ان التورك بتاعها ستارتنج يكون عالي. دي في الحاجات اللي هي ايه؟ اللي هي عايزه ايه؟ عايزه عزم قوي في البدايه زي الخلاطات مثلا. خلاص؟ خلاطات الميكسرز عموما. خلاص، فعلى حسب الابلكيشن احنا بنقول بنستخدم ايه؟ سيريز؟ لا لا لا، هنستخدم شنط؟ لا، هنستخدم كومباوند، لونج شنطة او شورت شنطة، على حسب ايه؟ على حسب الابلكيشن. خلاص يا جماعة؟ طيب، بدأنا نتكلم وقلنا اتكلمنا عن الباور فلو دايجرام، وقلنا الباور فلو دايجرام هو لو كان موتور او كان ايه؟ جنريتور، الاثنين واحد. فلو كان موتور مثلا هيبقى الباور فلو دايجرام، لو انا عندي موتور كده، او الماشين نفسها ممكن تشتغل كموتور او جنريتور، بس انا لو هشغلها كموتور يكون الانبوت بتاعها الكتريكال ولا ميكانيكال؟ يكون الكتريكال، والاوتبوت بتاعها يكون ميكانيك. كنت بقول ان الكفاءه يستحيل الكفاءه تكون ايه؟ اكبر من 100%، يعني لازم اقل منها او تساوي ايه؟ 100%. خلاص، الكفاءه هنا عندي ايه؟ اي سيستم عندي الكفاءه بتاعته الاوتبوت على الانبوت. وقلنا الاوتبوت ده يكون اي حاجه، احنا عندنا هنا بنتكلم على ايه؟ على الباور. يبقى كده ايه؟ اقدر اقول الاوتبوت باور على الانبوت باور، ونخلي بالنا ان الاوتبوت باور هنا ميكانيكال والانبوت باور هنا ايه؟ الكتريكال. خلاص يا جماعه؟ فقلنا الباور فلو دايجرام بيدخل لي البي انبوت من الدي سي سبلاي. طيب انا لو عايز قيمه البي انبوت بقول الفولت بتاع السبلاي
الدي سي في التيار بتاع الارمتش او بتاع اللاين، خلاص. وبعدين بتمر الكهرباء في الاسلاك، فاكيد بيفقد جزء من الباور في الاسلاك، فبنسميها الجزء اللي بيفقد في الاسلاك النحاس، عشان كده بنسميها بي كبر كيو كي سي يو، اختصار ايه؟ كبر بي كبر لوس. ودي بنقول عليها السلك ليه مقاومة اسمها ار ارمتشر، بيمر فيها تيار اسمه اي اي، فتبقى البار اللي بتفقد فيها اي تربيع في الار. وبعدين تكمل يمر تيار في الارمتشر، تيار في الارمتشر يولد فيلد، فالفيلد يبدا ياثر على التيار بتاع اللي في الروتور، فيبدا يعمل ايه؟ يبقى فيه اثنين فلكس، فلكس في الستيتورس وفلكس فين؟ في الروتر، فيبدا يحركوا بعض 180 درجه. بعد ال 180 مش عايز يرجع تاني، فبحط كوموتيتر. فايده الكوموتيتر ان هو بيوحد القوه او بيوحد الحركه داخل ايه؟ الروتر في اتجاه واحد. مين بيعمل لي الحركه دي؟ بيعملها لي الكوموتيتر. طب الكوموتيتر بديله كهرباء من فين؟ بديله كهرباء من البرش، خلاص. اديت كهرباء للستر، اديت كهرباء للروتر، وفي مجالين مغناطيسيين يشدوا بعض، فتبدا تتحرك. كلمه تتحرك كده اتحولت الباور عندي من باور الكتريكال الى باور ايه؟ الى باور ميكانيكال. عشان كده بنقول ان حصل تطور للباور، حصل تغيير للباور عند الحته دي. الحته دي الباقي ده ميكانيكال باور، انما الباور اللي باقي اللي دلوقتي عندي عباره عن الديفلوبد باور. والديفلوبد باور دي هقول هي الباور دي اتطرح منها الجزء ده، وده اللي كمل معايا وتحول من الكتريكال لميكانيكال. يبقى الانبوت باور لو طرحت منها ايه؟ لو طرحت منها سوري الكبر لوس. لو طرحت منها ايه؟ لو طرحت منها الكبر لوس. طيب بقول دي الباور اللي انتقلت من الالكتريكال واصبحت ايه؟ اصبحت ميكانيكال. طيب الباور الميكانيكال دي مش هي وبيدور الشافت بيحتك مع البيرنج، كراسي التحميل من هنا ومن هنا هو بيلف بيحتك معاها. انا بقول مش هقدر اعمل بيرنج الكفاءه بتاعتها او الاحتكاك بتاعها زيرو، لا لازم في نسبه احتكاك، خلاص. ومش كده وبس، وهو بيلف في مروحه متوصله معاه للتبريد، فالمروحه دي وهي بتلف مش بتقاوم حركه الهواء، فيبقى في معوقه بالهواء، والشافت نفسه في معوقه وليه وزن، فهو برضه محتاج ايه؟ بعض الباور البسيط عشان يتغلب على الوزن. بس احنا بنقول الوزن بتاع اي حاجه وهي بتدور اخف بكتير من وزنها وهي ايه؟ وهي ثابته، عشان كده بنسميها الكتله الدورانيه، ودي الكتله الدورانيه بتكون اخف بكتير. بس المهم ان في برضه ايه؟ ان في جزء بيتغلب على الكتله الدورانيه، في جزء بيتغلب على كراسي التحميل الاحتكاك ما بينها وبين الشفط اللي بيدور، وفي برضه جزء على المروحه بتاعت التبريد، فدي بسميها ايه؟ بسميها الروتيشنال لوس. ودي تعتبر ميكانيكال لوس ولا الكتريكال لوس؟ ميكانيكال، خلاص. البي روتيشنال روتيشنال اور ميكانيكال لوس، هو ممكن يقول لك كده ان الروتيشنال او الميكانيكال لوس بتاعته ايه؟ بكذا. بس ساعتها يبدا يديك بعد ما تطرح المفاقيد الميكانيكيه، يبدا يديك ايه؟ تقدر يقول لك دلوقتي ده الاوتبوت ميكانيكال اللي طالع على ايه؟ اللي طالع على الشفط، خلاص. ممكن نسميها شفط باور او الاوتبوت ايه؟ الاوتبوت باور. يبقى الديفلوبد باور دي، الديفلوبد باور في حاله الموتور هي الباور اللي بتتحول من الكتريكال الى ايه؟ الى ميكانيكال. والانبوت باور هي ميكانيكال ولا الكتريكال؟ لا، الانبوت باور هي ايه؟ الكتريكال، مطروح منها جزء ايه؟ الكتريكال، وبعدين تتحول لميكانيكال، يطلع من برضه منها جزء ايه؟ ميكانيكال. يعني اللي بالاحمر دول ميكانيكال وبالازرق دول ايه؟ دول الكتريكال. ده بالنسبه للباور فلو دايجرام. نيجي نراجع الفولت ايكويشن تاني. احنا قلنا الفولت ايكويشن ان نرجع لقانون فرضي. قانون فرضي بيقول ايه؟ انا عندي هنا الستيتور، ده الفيلد بتاع الستيتور، وهنا الملفات بتاعت الروتور،
أو أحيانا تانية بنسميه الأرميتشر. خلاص، وبنقول الأرميتشر أو الروتر. طبعا هنا الأرميتشر متوصل معاه كوميتيتر، والكوميتيتر متوصل معاها براشز. البراشز بتوصل على أسلاك من بره عشان أغذيهم بنفس السبلاي، أوصلهم بطرفي إيه؟ طرفي السبلاي. ده يعتبر سيبريت إكزايتد ولا سيلف إكزايتد؟ تغذية ذاتية ولا منفصلة؟ ذاتية. ليه؟ مفيش سبلاي منفصل خارجي بيغذي ايه؟ بيغذي الاكزايتر او الفيلد. اهو الفيلد نفسه بيتغذى من نفس ايه؟ من نفس السبلاي بتاع الارمتشر. خلاص يا جماعة؟ فقلنا ده عبارة عن كوندكتور ملفات. فأي ملفات واقعة تحت تأثير مجال مغناطيسي جاي من الشنط فيلد هيتولد على أطرافها ايه؟ induced EMF. induced EMF اللي هو بنسميه electromotive force. وقلنا في حاجتين عندنا، ماجنيتو موتو فورس والكترو موتو فورس. الماجنيتو موتو فورس دي القوة الدفع المغناطيسية اللي هي بتدفع الأشياء. أنا جبت مغناطيس كهربي ووصلته على أو كويل ووصلته على السبلاي، هيبدأ يجذب الأجزاء الميكانيكية اللي حواليه. فبقول إن هو في ماجنيتو موتو فورس، قوة مغناطيسية بتجذب الأشياء. أو ان انا جبت الملف نفسه وحطيته تحت تاثير مجال مغناطيسي وشفت الجست اللي على اطرافه، فبقول بيتولد كهرباء على اطرافه اسمها الكترو موتو فورس، قوه الدافعه الكهربيه. طب هي بتدفع ايه؟ هي بتدفع الالكترونات مستوى الطاقه الخارجي للذرات ان هي تتحرك من ذره لذره وهكذا، فينتقل الالكترونات. فبقول ده انتقال الالكترونات ما هي الا مجال ما هي الا ايه؟ تيار كهربي. خلاص، تتناسب شدة التيار الكهربي مع ايه؟ مع القوة الدافعة الكهربية الالكترو موتو فورس المتولدة. فمن الملفات ممكن نسميها اي باك او نسميها اي ارمتشر. يبقى المتولدة على اطراف الارمتشر او بنسميها باك اي ام اف. ليه بنسميها باك؟ عشان هي متولدة من ان احنا حطيت ايه؟ حطيت سبلاي على اطراف الارمتشر فعملت لك فلكس هنا فتولد قوة دفع عكسية. عشان كده بنسميها باك، واتجاهها برضو ايه؟ اتجاهها عكسي. عشان كده لو حبينا نطبق قانون كيرشو، احنا قلنا في الكتريكال لوسز بتفقد داخل الارمتشر هطلعها بره كده تمثيليا كهربيا بتاعها، واقول ان دي الار بتاعت ايه؟ الارمتشر. واجي اقول لك قانون كيرشو، التيار قبل قانون كيرشو، التيار اللي بيمر هنا اسمه اي اي، بيمر في المقاومه دي فيعمل عليها فولتج دروب عكسي اسمه IARA. يعمل فولتج دروب عكسي اسمه IARA. خلاص يا جماعة، الفولتج دروب العكسي ده في نفس اتجاه الاي باك او الاي اي، وعكسهم على طول اللي هو الفولت بتاع ايه؟ السبلاي. لو حبيت اطبق قانون كيرشو هتقدر تقول ان السهمين دول، السهم ده والسهم ده، الاثنين في نفس الاتجاه وده معاكسهم، فاقدر اقول ان الفولت السبلاي الاساسي بيساوي الاي باك زائد ايه؟ الفولتج دروب. خلاص يا جماعه، يبقى في فولت هنا وفي فولت هنا وفي فولت بتاع السبلاي. لو عايز تجيب اي باور، اي باور سي مثلا انت عايز تجيب الباور الديفلوبد اللي هي على اطراف الارمتشر اللي هي دي البي ديفولوب، عباره عن ايه؟ هتقول لي مش ده عباره عن جهد دي سي؟ اه. طب في حاله الدي سي، لما يكون عندي جهد دي سي بضرب الجهد في التيار يديني على طول ايه؟ الباور. طب التيار بيمر هنا اسمه التيار ايه؟ الاي اي. يبقى اي باك في الاي اي تديني على طول ايه؟ الالكتريكال ميكانيكال او الالكتريكال تو ميكانيكال، او بنسميها الديفولوبد باور. طيب لو عايز الباور لوس المفقوده هنا في الار اي، فانت بتقول لي عادي انا ممكن اعمل لك ايه؟ انت مش عندك الفولتج دروب؟ اه. الفولتج دروب اسمه ايه؟ اي اي ار اي. طب والتيار نفسه اسمه اي اي، لما اضربهم في بعض يديني ايه؟ اي اي تربيع في الار اي، فدي بنسميها البي كبر لوس. تمام، فاضل ايه؟ الباور اللي جاي من السبلاي. الباور اللي جاي من السبلاي عباره عن الفولت في التيار ده، التيار ده اسمه اي، وتخلي بالك اي عباره عن مجموع التيارين اللي هو اي 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 شنت زائد اي 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 اي، اهو ده في الاتجاه ده وده في الاتجاه ده، يبقى هو السبلاي في الاتجاه ده، يبقى ده
مجموع الاثنين اللي طالعين ده وده. بس احيانا بيقول لك تقريبا هو هو تيار الاي اي. ليه؟ لان الاي شنط ايه؟ اي شنط صغير جدا مقارنه بايه؟ مقارنه بالاي اي. عشان كده احيانا ممكن يقول لك ان تقريبا الانبوت باور، الانبوت باور تقريبا الفي في الاي اي، او اكزاكتلي لو عايزها صح هي عباره عن الفولت في الاي، خلاص، حيث ان الفولت اللي هو السبلاي فولتج مضروب فيه، احيانا بيسميها سبلاي كارنت او اللاين كارنت. خلاص يا جماعه تقريبا هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا نفس، لان الاي اي اكبر بكتير من الاي شنط، لان تيار الفيلد كبير جدا مقارنه بايه؟ بتيار الارمتشر، لان اصلا الار بتاعت الفيلد كبيره جدا جدا مقارنه بالار بتاعت الارمتشر زي ما هنشوف في المسائل. ده في حاله الشنط، في حاله السيريز الكلام ده هيختلف تماما. خلاص هنشوف في مساله ايه، او احنا شفناها اصلا قبل كده بس بنعيد على الكلام ده تاني. طيب بيقول لك احصل على الماكسيمم اوت ماكسيمم باور امتى؟ احصل على الماكسيمم باور امتى؟ طيب خلينا نقول ان احنا كنا واخدين في الرياضه ان احنا لو عندنا مثلا، احنا مثلا الباور اوتبوت ميكانيكال مثلا مثلا كانت بالشكل ده، خلاص، فعند الحته دي مثلا كانت هنا الباور ماكسيمم، ادي الماكسيمم في الكيرف. طب انا عايز اجيب قيمتها، انا ما اعرفهاش، ما اعرفش عند انه تيار مسحوب من الارمتشر هيديني الماكسيمم باور. مش المفروض هو عند الماكسيمم كرنت؟ يعني انت لو رحت موتور، الموتور انت مش مكتوب عليك عليه في النيم بليت داتا الباور بتاعته مثلا نص حصان، ماشي، يسحب تيار 3 امبير، تمام، الفولت اللي على الريتد بتاعه 220 فولت، خلاص كده انا عرفت الداتا بتاعتي ايه. فالمفروض التيار اقصى تيار عندي هنا كام؟ 3 امبير. يبقى اقدر اقول لك لما يسحب 3 امبير يكون الباور بتاعته ايه؟ اكبر ما يمكن. لا، الكلام ده مش صح. ليه؟ لو رجعنا بصينا للمعادله بتاعت الميكانيكال باور هنقول هي عباره عن، فاكرين لما قلنا في الباور فلو دايجرام، في الباور فلو دايجرام نرجع تاني للميكانيكال باور، مش الاوتبوت، لا دي الديفلوبد باك، مش البي اوت، نرجع للديفلوبد باور، عباره عن ايه؟ البي انبوت هطرح منها الجزء الصغير الخاص بايه؟ اللوسز. يبقى عباره عن البي انبوت هطرح منها البي كبر لوس، حيث ان البي انبوت البي في الاي اي والبي كبر لوس اي اي تربيع في الار اي. ليه انا بقول لك خلي بالك مش معنى ان التيار اكبر قيمه ده هيديك ان الباور اكبر قيمه؟ ليه؟ لان لو زودت التيار هنا الترم ده الفي في الاي اي يزيد ولا يقل؟ طب والاي اي تربيع في الار اي هتزيد برضه، ده ممكن تزيد بقيمه اكبر من ايه؟ من الزياده الثانيه، فكده ممكن تخلي لك الباور التيار المسحوب بيزيد بس الباور ايه؟ الباور بتقل. تيجي ناخدها لوجيك، تيجي ناخدها لوجيك، نيجي هنا خلاص انا عايز الباور تكون اكبر، فبيقول لك الباور تكون اكبر الديفلوب ده باور هنا لو بصيت عليها تتناسب مع الاي اي وتتناسب مع ايه تاني؟ مع الاي باك. يبقى الديفلوب ده باور تتناسب مع حاجتين، مع الاي باك وتتناسب مع تيار ايه؟ الارمتشر. طيب تعالى ناخد من هنا الاي باك ونقول ان الاي باك، حد يقدر يقول ان الاي باك في ناقص اي اي ار اي غلط؟ لا صح. طيب لو انا زودت الاي اي يحصل ايه في البي ديفلوبد؟ مش علاقه طرديه؟ فلما اي اي تزيد البي ديفلوبد ايه؟ قال لك لا، ما خلي بالك البي اي باك بيتغير. ليه بيتغير؟ مش انت قلت لي الاي اي بيتغير بيزيد؟ صح. يبقى الترم الالي بالسالب بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. يبقى الترم بتاع الاي باك ده كله ايه؟ بيقل. يبقى انت زودت ده بس خلي بالك ده ايه؟ قل. فانت مش عارف هو ده زاد بكام وده قل بكام، فتحطهم في معادله. ومن الحاجات الظريفه في الرياضيات ان انت لو عايز تجيب المينيمم او الماكسيمم بتاعت اي حاجه بتفاضلها وتساويها بزيرو.
خلاص بتفضلها وتسويها بزيت. ده معنى المينيمم والماكسيمم. ليه؟ على اساس بتقول لك مثلا الكيرف ده عمال هنا من هنا بيزيد صح ومن هنا بيقل، فانت هنا تقدر تقول ايه التفاضل، التغير بالزياده وهنا التغير بالنقصان. التغير ده يعني تفاضل، تقدر تقول ان هنا تفاضل بالموجب وهنا تفاضل بالسالب. طب وهنا مفيش تغير، يعني تقريبا اللي قبلها بحبه بسيطه واللي بعدها بحبه بسيطه زي بعض، فبقول ان التغير هنا بايه بزيرو. فاقدر اقول ان تغير الديفلوبد باور بالنسبه لتيار الارميتشر بزيرو. فين؟ عند النقطة العظمى. يبقى أنا عايز لي علاقة تربط ما بين البي ديفولوبد والآي إيه، هي هي العلاقة دي، البي في الآي إيه ناقص الآي إيه تربيع في الآر إيه. خلاص؟ جبتها من فين؟ جبتها من هنا. الإي باك في الآي إيه، حيث أن الإي باك في ناقص آي إيه آر إيه، اضرب الآي إيه في الترم ده تطلع لك في آي إيه ناقص آي إيه تربيع في الآر إيه. دي لما تيجي تفاضلها تفاضلها سهل. لما فاضل كان الاي اي ده اكس، لما فاضل اي حاجه مضروبه في الاكس تطلع ايه الحاجه المضروبه. مثلا تفاضل 2 اكس بكام؟ ب 2. تفاضل 10 اكس بكام؟ ب 10. تفاضل 200 اكس بكام؟ تفاضل في اكس بكام؟ ب بي. تمام. طيب اكس تربيع تفاضلها ب 2 اكس. خلاص؟ يعني لو قلت 2 اكس تربيع يبقى 2 اكس مضروبه في الاثنين الاساسيه. طيب اي اي تربيع في ار اي يبقى 2 اي اي مضروبه في الار اي الاساسيه، يبقى 2 اي اي في ار اي واسويها بالزيرو. ده شرط ايه؟ ده شرط نقطه الطاقه العظمى. فبالتالي بفاضل واساوي بالزيرو، بفاضل واساوي ايه؟ واساوي بالزيرو. واطلع بعلاقه ايه؟ اطلع بايه؟ هو هطلع بعلاقه خلاص ايا كانت ايه؟ ال B ناقص 2 I A R A بتساوي 0، ومن هنا اطلع ان ال I A R A بتساوي ايه؟ B على 2، حيث ان B الفولت بتاع السبلاي. خلاص؟ وبالتالي اقدر اقول ده الشرط بتاع ايه؟ شرط بتاع الماكسيمم باور بتاع ال B ديفلوبد ماكسيمم، ده الشرط بتاعها. طيب انا لو خدت موبايلات اللي ورا يا شباب، انا لو خدت ال I A R A ورجعت عوضت في قانون كيرشوف، في ثابت ولا بيتغير؟ ثابت. الاي باك زائد اي اي ار اي، هشيل الاي اي ار اي واحط الحاجه الثابته. انا مش اي اي ار اي بتساوي في على 2، هشيلها فتصبح ايه؟ في على 2. يبقى الاي باك بتساوي في ناقص في على 2 اللي هي ايه؟ اللي هي في على 2. سوري، الاي باك، اي باك بتساوي ايه؟ بتساوي في على 2. فكده اقدر اقول امتى امتى البي ديفلوبد تكون ماكسيمم؟ لما يكون الفولت بتاع السبلاي متقسم في على 2 على اطراف الارميتشر، وفي على 2 على اطراف على ايه؟ على اللوسز اللي هي ار اي. دي ساعتها ايه؟ دي ساعتها يكون الماكسيمم ايه؟ الماكسيمم باور. خلاص يا جماعه؟ بس انا مش بتحكم في الباور، يعني انا مش بقول له خد دلوقتي الماكسيمم باور، لا، ده موتور متوصل على ايه؟ موتور متوصل على ايه؟ متوصل على بلت او متوصل على شافت، متوصل على مروحه، فمين اللي بيتحكم لي في الموضوع؟ اللي بيتحكم لي في الموضوع هو ايه؟ هو اللود. مثلا الموتور ده انا موصله على خلاط، هل وانا بصممه وبقول له ادي الماكسيمم باور عارف هو هيخلط ميه ولا هيخلط فواكه ولا هيخلط لحمه ولا هيخلط ايه؟ لا. التورك بتاعه او العزم بتاعه المطلوب منه بناء على اللود، فالباور المسحوبه منه بناء على اللود، فالتيار المسحوب من السبلاي بناء على اللود، مش انا اللي بتحكم فيه. بس انا بقول لك يعني الماكسيمم باور عند الحاله دي تقدر توصل لها؟ والله انا ما اضمنش. خلاص؟ ليه؟ لان انا ساعتها لازم اخلي، لازم اجيب فولت السبلاي، السبلاي انت حاطه كام؟ 220 فولت مثلا دي سي. فلو انت حاطط السبلاي 220 فولت دي سي لازم تخلي كده التيار بيساوي في على 2 ار اي. ار اي ثابته ولا مش ثابته؟ ثابته. الفولت بتاع السبلاي 200 مثلا ثابت، يبقى لازم تخلي التيار المسحوب اي بيساوي في على 2 ار اي. طب وهنا اللي بخلي التيار؟ لا، التيار ده ديبندنت اون، بيعتمد على طول على ايه؟ على التورك.
المقاومة ده فلاش اعتبرها نجلكت، خلاص اعتبرها مقاومة ايه، مقاومة صغيرة او داخلة مع الـ RA على طول. فكده التيار هو دي نقطة اللي بيحصل عندها الماكسيم باور، بس انا مش بتحكم فيها، دي ممكن تيجي صدفة اثناء التشغيل او ما تجيش، انا مش بتحكم فيها، بس انا ممكن احسبها. طيب نيجي لحاجة تانية، السبيد ريجوليشن. كلمة ريجوليشن دي سمعناها قبل كده في حالة الترانسفورمر صح؟ هفكركم فيها. في حالة الترانسفورمر قلنا في حالة ما يكونش فيه حمل بيديني جهد، أول ما أبدأ أحمل عليه الترانسفورمر الجهد بتاعه بيزيد ولا بيقل؟ الجهد بتاع الترانسفورمر بيقل. فقلنا ساعتها إيه؟ الترانسفورمر الكويس الفرق ما بين الجهد في حالة عدم التحميل يعني ساحب منه أي تيار، وفي حالة الماكسيمم تحميل يعني ساحب منه التيار الأكبر ما يمكن، تكون قريبين من بعض. فبقول إن الفولتج ريجوليشن في الترانسفورمر ده كويس. نفس الفكرة بالظبط في حالة إيه؟ الموتور. في حالة الموتور حالة عدم التحميل يعني الأوتبوت باور مفيش ميكانيك. خلاص؟ يعني الأوتبوت باور في حالة النو لود معناها إن البي أوتبوت ميكانيكال بتساوي زيرو. في حالة الفول لود البي أوتبوت في الحالة دي ميكانيكال بتكون ماكسيمم. وبتقول الموتور الكويس، الموتور الكويس لو انا مثلا ما حملتش عليه وقست السرعه بتاعته لقيتها 1000 وبعدين حملته ولقيت السرعه بتاعته وصلت مثلا 850 820، فكده بقول ايه؟ ده سيء في التحميل، السرعه بتاعته بتتغير بنسبه كبيره. خلاص؟ فيهمني ان الفرق ما بين الاثنين ما بين النو لود على الفول لود يكون ايه؟ اقل ما يمكن ولا اكبر ما يمكن؟ اقل ما يمكن. النهارده ثلاث، تاريخ كام النهارده يا شباب؟ 19. ثلاثة. طيب حد يجي ياخد ورقة الغياب؟ اللي يعلم يا شباب يعلم صح بس ومشي الغياب بسرعة. طيب نيجي نتكلم ونقول ان احنا عندنا ايه البي او ميكانيكال مرة بزيرو واقيس السرعة ومرة ماكسيمم واقيس السرعة. لو الفرق ما بين السرعتين قليل فبقول ان الموتور ده ايه؟ موتور قوي كويس. لو الفرق ما بينهم كبير بقول خلي بالك الموتور ده هيعمل لك ازمه لو انت بتعتمد على السرعه. حاجات معتمده على السرعه، حاجات درفله، حاجات مثلا زي موتور العربيه، موتور العربيه لما يكون بنفس البنزين. خلاص؟ بنفس البنزين. اللي هو كان احنا عندنا هنا ايه؟ نفس السبلاي. طبعا العربيه الموتور بتاعها مش كهربي. فنقارن ما بينه ايه؟ فنفس دوسة البنزين. لو راكب عدد أربعة، أنا مش هكلمك على حملة دي، لا راكب أربع أفراد وفرد واحد بتلاقي السرعة بتختلف. خلاص؟ بنقيسها بالسبيدوميتر. هتاخدوه في المعمل لما نبدأ نركب المعمل، السبيدوميتر. خلاص؟ السبيدوميتر هو حاجة بتكون أوبت كابلر زي كده متوصل على الشفط، حاجة عاكسة للضوء، وهو بيلف بيشوف كام انعكاسة في إيه؟ في الدقيقة، بيقول لك إن الـ RPM بتاعتك بكذا، في كاونتر يعني. طيب يبقى الريجوليشن ده، في ناس بتقول لك كده، كتب بعض الكتب تقول لك أنا هطرح الأول إنه لود سبيد ناقص الفول لود سبيد، البسط ثابت في كل الكتب، المقام أحيانا بيتغير، واحد يقول لك بالنسبة للنو لود، واحد يقول لك بالنسبة للفول لود، نفس برضه حالة الترانسفورمر بالظبط. كنا نقول الفولت في حالة النو لود ناقص الفولت في حالة الفول لود على مرة الفولت في النولود ومرة الفولت في الفولود على حسب الكتاب. خلاص؟ طيب نيجي للتورك. التورك والسبيد عكس بعض تماما. تاني، التورك والسبيد عكس بعض تماما في حالة ايه؟ في حالة الموتور. فأنا لما أقول إن الموتور حملت عليه
حملت عليه لازم تلاقي معناها ايه؟ ان العزم الخارجي زاد ولا قل عليه؟ لا، انت طالب منه عزم اكبر، فبالتالي ايه؟ حملت عليه. لما تحمل عليه توقع ايه يحصل للسرعة؟ هتقل. توقع ايه يحصل للتيار المسحوب من السبلاي؟ هيزيد. يعني تقدر تقول ان التورك يتناسب مع التيار بتاع ايه؟ الارميتشر. ده مش تناسبه بس، ده اقدر اقول ان تيار الارميتشر ديبندنت اون التورك بتاع الارميتشر او الاوتبوت تورك. يعني ايه ديبندنت؟ يعني التيار ده انا مش بتحكم فيه، مين اللي بيتحكم فيه؟ الحمل المسحوب اللي هو العزم الخارجي. خلاص، لو مثلا في حاله الخلاط حسب حاله هتعمل ايه في الخلاط. خلاص، عشان كده بعض الخلاطات يقول لك خلي بالك لو هتعمل حاجه تقيله خلي بالك ما تفضلش مشغل الخلاط على طول. ليه؟ لان انت بتسحب تيار عالي. ليه بتسحب تيار عالي؟ لان انت عايز عزم عالي، والتيار يعتمد على ايه؟ على العزم. فشغل، شغل بالراحه وبعدين افصل، شغل بالراحه وبعدين افصل. وكمان من ميزه المواتير اللي في الخلاطات ان العزم الستارتنج بتاعها عالي، فيقول لك ايه؟ يمكن الستات يلاحظوها اكتر، اديها بلص في البدايه وسيبها، بلص وسيب، بلص وسيب. ليه؟ عشان استغل الستارتنج تورك العالي تكسر لي الحاجه، وبعدين لما الحاجه تبدا تلعب ابدا شغله ايه؟ شغله فتره اطول شويه. طيب العلاقه دي جت من فين؟ هو عايز يربط السرعه بايه؟ عايز يربط السرعه بالحاجات اللي بتعتمد عليها، الايباك والفاي. فهو قال لك ايه؟ بص يا سيدي، الايباك تتناسب مع الايباك تتناسب مع الفاي، وده منطقي جدا. مش احنا قلنا دي باك اي ام اف يعني جايه من الفلكس، فكل ما الفلكس يزيد هي تزيد ولا تقل؟ تزيد. ومش كده وبس، تعتمد برضو على ايه؟ على الان. ايش معنى؟ ما هو الان دي معناها السرعه، معناها ان في عندك فلكس في الاستيتور، كل ما بيزيد الايباك بتزيد، وكل ما السرعه بتزيد فبقطع خطوط المجال المغناطيسي بشكل اسرع، فبيخلي الفولت المتولد على الاطراف اكبر. ودي جربناها في المغناطيسيه، كنا الدي فاي باي دي تي بيديك ايه؟ بيديك فولت اكبر. فبالتالي لما بقطع خطوط الفيض بشكل اسرع يعني سرعه الموتور بتزيد، فبتديني ان الاي باك برضه ايه؟ الاي باك بتزيد، فالسرعه تاثر في الاي باك والفلكس ياثر في الاي باك. فممكن اعمل ايه؟ اقول ان الاي باك بتساوي الكي في الباي في الان، صح؟ او ان انا اقول ان الان بتساوي الاي باك على ايه؟ على الكي في الباي. حد يقدر يعترض؟ لا، لان العلاقات دي علاقات اكسبيرمنتال، هم كده بالتجربه اللي جوه كده. فقال لك خلاص الاي باك تعتمد على السرعه فرضيه، وتعتمد على الفلكس لان الفلكس هو المسبب للاي باك. فطبيعي لما الفلكس يزيد مجال كهربي اقوى، طبيعي ان هو يكون ايه؟ يكون الديوز ام اف المتولده عندك ايه؟ متولده عندك اقوى. دكتور ايه الفرق بين الان والار بي ام؟ الان هي الار بي ام، بس الان ممكن تكون ار بي ام او ار بي اس، والعلاقه ما بين الاثنين بضرب في 60 او بقسم على ايه؟ على 60، لان دي ار بي ام وار بي اس لنفس الموتور. طيب لنفس الموتور، لنفس الموتور، لو الموتور عندي الار بي ام بتاعته 1000، تتوقعوا الار بي اس اكبر ولا اقل؟ لو الار بي ام بتاعته 1000، الار بي اس بتاعته اكبر ولا اقل من 1000؟ اكيد اقل من 1000. يعني انت بتقول لي انا عامل 1000 عده في الدقيقه الواحده، اكيد عدد العداد في الثانيه اقل من ايه؟ عدد العداد فين؟ في الدقيقه، لان ده بتستنى وقت اطول، دقيقه كامله ان ده بتستنى ايه؟ ثانيه واحده بس. خلاص؟ طيب نيجي نقول العلاقه، العلاقه كده ان الان، الان تعتمد مع الفلكس عكسيا، وتعتمد مع الاي باك ايه؟ طرديا. يعني كل ما الاي باك تزيد يحصل ايه للسرعه؟ تزيد، او العكس. عشان كده قلنا مين ديبندنت على الثاني. هنا اقدر اقول ان الان، اقدر اقول ان الان ديبندنت اون اي باك، ولا الاي باك هي اللي ديبندنت على الان؟ تاني. فاكرين يا شباب احنا قلنا الاي باك كل ما الفلكس يزيد
كل ما الإيباك تزيد وكل ما السرعة تزيد كل ما الإيباك إيه؟ يبقى الإيباك هو اللي ديبندنت على إيه؟ الإيباك هو اللي ديبندنت على السرعة. كل ما السرعة تتغير الإيباك بيتغير، والإيباك ديبندنت برضو على مين؟ على الفلكس. كل ما زود تيار الفلكس كل ما إيه؟ كل ما الفاي تتغير كل ما تتغير إيه؟ الإيباك. ومش كده وبس، ده الفلكس لما يتغير هيغير لك برضو إيه؟ هيغير لك برضو السرعة. خلاص يا جماعة؟ طيب احنا عارفين وقلنا كل ما زود تحميل البهوات، يعني مدير الصفحات، مدير الصفحات هناخدكم شويه معلش من المودريتور، خليك معانا، اقفل الموبايل يا شباب شمس، شيل صباعك من على الديسك وريحني، ارفع ايدك لفوق. طيب التورك يتناسب مع التيار ولا التيار اللي يتناسب مع التورك؟ الاثنين يتناسبوا مع بعض، بس مين يعتمد على الثاني؟ حقيقة انت لو زودت التيار طبيعي ان التورك ايه؟ هيزيد، بس التورك ده مش بتحكم فيه انا، مين اللي بيتحكم فيه؟ اللود. يبقى اكيد التيار هو اللي بيعتمد على التورك اللي انا اصلا مش بتحكم فيه. خلاص؟ وبيقول لك كل ما تزود الفلكس برضه التورك بيزيد، اشمعنى؟ اشمعنى؟ ما احنا قلنا ان الفورس بتساوي البي في الاي في الال. خلاص؟ فاحنا قلنا دي البي، فالبي يعني بتعتمد على الفاي، فبالتالي الفورس نفسها بتعتمد على ايه؟ طيب الفورس مش هي اللي بيجي منها العزم تورك، حيث ان العزم يساوي ايه؟ القوه في ذراع ايه؟ في ذراع القوه، وذراع القوه عندنا هنا اللي هو عرض الارمتشر. طيب يا باشمهندس، لابس اخضر، تيشيرت اخضر، ايوه ارفع ايدك كده، انت اخضر، اتفضل بره، لابس اخضر، اتفضل بره. بتلعب في ايه؟ طيب ماشي، خليك معانا. طيب طيب يبقى احنا قلنا الفلكس كل ما بيزيد البي بيزيد، فالبي بيزيد فالفورس بيزيد، فالفورس لما بتزيد اضربها بذراع القوه اللي هو ثابت تديني ان التورك ممكن يزيد. يبقى التورك بيتاثر مع الفلكس ويتاثر مع التيار بتاع الارمتشر. هو انا ليه فصلتهم عن بعض؟ لان انا لو رجعت شويه تاني لفوق كده هلاقي ان اصلا هم مفصلين عن بعض. ازاي؟ تيار الاي اي لو انا حطيت مقاومه هنا ممكن اغير فيه، وتيار الاي اف لو انا حطيت مقاومه متغيره هنا ممكن اغير ايه؟ ممكن اغير فيه، وده احد الطرق، احد الطرق اللي انا اغير فيه السرعه. خلاص؟ ان انا اغير في الفلكس. طب اغير في الفلكس ازاي؟ اغير في الاي اف اللي هو قدامكم ده اسمه اي شنط، اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على ان الفلكس اصلا يتناسب مع ايه؟ مع التيار بتاعي الفيلد. ودي العلاقه القديمه كنا خدناها المحاضره اللي فاتت وخدناها ايه؟ الترم اللي فات. طيب نرجع تاني نقول ايه؟ نقول ان السرعه بتتاثر بحاجتين، الايباك والفلكس. طيب تيجي ناخد مثال رقمي عشان الموضوع يتضح شويه. طب عندنا 250 فولت شنط موتور، يبقى ده نوعه ايه؟ نوعه شنط. شنط ده يعني سيبريت ولا سيلف اكزايتد؟ الشنط ده يعني سيبريت ولا سيلف؟ بتغذى ذاتيا ولا بتغذى بتغذيه منفصله؟ ذاتيا. انا الشنط ده لو رسمت رسمته معناه ان هو توازي، ادي الارمتشر وادي الار اي. الار اي طبعا ما فيش حاجه اسمها ار اي بمسكها في ايدي، ده تمثيل كهربي، تمثيل كهربي لايه؟ لمقاومه الاسلاك الكبر اللي انا بلفها. وبعدين في هنا ايه؟ تمثيل كهربي للار اف. وبعدين في السبلاي الدي سي، احنا لسه بنتكلم في المواتير الدي سي. 250 فولت شنط موتر معناها ان السبلاي ده كام فولت؟ 250 فولت. رنز ات 1000 ار بي ام، ده رمز ايه؟ السرعه، السرعه رمزها ايه؟ ان ات نو لود،
and takes 8 امبير. takes 8 امبير معناها بيسحبها من ايه؟ من السبلاي. يعني اقدر اقول ان التيار اللاين خلاص سموه زي ما سموه، نسميه تيار اللاين، نسميه تيار اللاين. تيار اللاين ده بكام؟ 8 امبير. ده في حاله انه لود. The total armature and shunt field على بالترتيب كده 1.2 و1.52. وانا عارف ان الار اف اكبر بكتير من ايه؟ الار اي. عشان كده بنقول ان الاي اف اقل بكتير من الاي اي. طبعا علاقه عكسيه بين الريزستنس وايه؟ والتيار مع ثبات الجهد الخارجي وهو جهد السبلاي. طيب يبقى ار اي خلاص اتعرفت بكام؟ 2.2 وار اف اتعرفت بكام؟ 250. السؤال احسب لي السبيد، يبقى خلاص اسمي دي ان واحد، او بس عشان ما نتلخبطش زي ما هو مسميها تحت سميها ان في حاله انه لود وان في حاله ايه؟ لود. يبقى خليها ان وانه نوت. هو ان ذا لود تيكس يبقى اي لود في الحاله دي ب 50 امبير. يبقى ارجع اسمي اي لاين في الحاله دي اي لاين في حاله انه لود، يبقى اي لاين في حاله انه لود بكام؟ ب 8 امبير. الغياب وصل فين يا شباب؟ طيب بسرعه بس، انت بتعلم صح وخلاص، فمشي الغياب بسرعه. مش لاقي اسمك؟ فوته 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 وبعدين في اخر المحاضره. طيب عايز تحسب السرعه، فانت عايز علاقه ايه؟ علاقه للسرعه. انسب علاقه للسرعه انت احنا لسه كنا واخدينها كي باي على اي باك، صح كده؟ لا خلي بالك ان الاي باك والسرعه بالظبط بيتناسبوا مع بعض. كي في الاي باك على ها باي كي في الاي باك على الباي، دي السرعه. طيب طيب انا لو عايز الان في حالة النولود هساوي الكي اللي هو ثابت وده خاص بالموتور، ده لا يتغير. دي قيمة خاصة بالموتور بتتغير بتغير الموتور بس. وبيديها لك على فكرة على النيم بليت داتا. أو يديها لك في الداتا شيت، الداتا شيت بتاعته. مش محتاجة. يبقى في حالة النولود كي في الإي باك في حالة النولود على الفلكس في حالة ايه؟ النولود. طيب ارجع اقول لك في حالة التحميل ان بتساوي الكي اللي هي ثابتة في الاي باك في حالة التحميل على الفاي في حالة ايه؟ التحميل. طب اقسم الاثنين على بعض يبقى ان ان على ان نوت بتساوي اقسم تبقى كي اي باك على الفاي، الكلام ده يتقسم على بتاعه الان نوت، كي في الاي باك نوت على الفاي نوت، الكي تروح مع الكي عشان كده مش مديها لك ايه في راس المساله. ايه اللي يطلع عندك؟ اي باك على اي باك نوت مضروبه في الفاي نوت على ايه؟ على الفاي، هو اللي مديها لك ايه؟ مديها لك هنا. بس في ملحوظه مهمه جدا ان الفاي بتساوي فاي نوت، ايش معنى؟ لحظه كده خلينا نكتبها كده. مش قلنا ان الفاي يتناسب مع الاي اف، صح كده؟ طب نرجع نشوف الحالتين سواء انا محمل او مش محمل، تيار الاي اف بيساوي كام؟ هتقول لي كام؟ 250 على قيمه الار اف، سوري الجهد اللي من بره كام؟ برضو؟ طيب يبقى 250 جهد على 250 ايه؟ يبقى 250 وادي 250 يطلع 1 امبير. هل لما اغير التحميل السبلاي من بره هيتغير؟ هو ما قاليش كده. هل المقاومات بتتغير؟ لا. يبقى دايما هيكون التيار الفيلد عندك ايه؟ ثابت. يبقى الفاي هي ايه؟ هي الباي نوت. ماشي. فكده هيسهل لك المساله، تقدر تشيل الترم ده تخليه واحد. يبقى الان على الان نوت بتساوي الاي باك على الاي باك نوت. اصبحت كل المساله عندك ازاي تحصل على قيمه الاي باك وازاي تحصل على قيمه الاي باك نوت. ليه؟ لان السرعه في حاله العدم في حاله عدم التحميل بكام؟ ب 1000. مديها لك في راس المساله.
أسألكم سؤال، متوقعين السرعة تطلع أكبر منه ولا أقل من 1000؟ أقل. ده أنا ما فيش حمل وكانت 1000. طبيعي لما حمل يسحب طيار أكبر، وهو واضح من رأس المسألة أصلا مدي لك إن الطيار هنا كان 8 وأصبح إيه 50، وكمان السرعة تقل. خلاص. طيب الإي باك في حالة عدم التحميل، هو الإي باك عموما الإي باك بيساوي الفولت ناقص اي اي بالار اي، مع العلم ان فولت السبلاي ده ثابت والار اي هنا ايه ثابت، مين اللي بيتغير؟ خلاص، مره الاي اي ب 8 يديك الاي باك نوت، مره الاي اي ب 50 يديك الاي باك، تطلع الاي باك نوت تلاقيها ايه 248.6، والاي باك تلاقيها 240. هل دايما طبعا احنا هنا واحد 240 وواحد 248، الاي باك اقل من الاي باك نوت، هل ده دايما ولا لا؟ دايما. ليه؟ لانه بيعتمد على ان ايه، لو الفولت ده ثابت في جزء مطروح، الجزء المطروح ده بيزيد مع التيار ولا بيقل؟ بيزيد، فبالتالي الاي باك مع زياده التيار بيقل، وده كنا قلناها في البداية. فكل ما تحمل كل ما الإي باك تكون أقل. خلاص؟ وإحنا قلنا الإي باك والسرعة معتمدين على إيه؟ على بعض. كل ما الإي باك تقل السرعة طبيعي إن هي إيه؟ تقل، مع ثبات إيه؟ الفلكس. طب ليه الفلكس ثابت في المسألة؟ ما نرجع نقول إن هو ما كلمناش على إن دي اتغيرت أو السبلاي اتغير، فدايما الفلكس دايما الأي إف بكام؟ 1 أمبير. احسب حساباتك وتخلي بالك من حاجه مهمه جدا جدا وانت بتحسب. ايه؟ انت ما عندكش اصلا تيار الارمتشر، صح؟ بس تقدر تجيبه من فين؟ بص كده، ده تيار الارمتشر وده تيار ايه الفيلم، الاثنين دول طالعين وده ايه داخل، فاقدر اقول ان تيار الارمتشر بيساوي تيار اللاين مطروح منه تيار ايه الفيلم. وتخلي بالك ان تيار الفيلد ثابت وقيمته كام؟ 1 امبير. فمره لو عايز الاي اي في حاله الاي باك او اي باك نوت تحط 8 ناقص 1 يطلع لك بكام؟ ب 7، وهنا 50 ناقص 1 يطلع لك بكام؟ 49. فمره تضرب الاي اي 7 ار اي يبقى ده الاي اي قيمته 7 مضروب في الار اي، ومره الاي اي 50 ناقص 1 اللي هي 49 مضروب في ايه؟ مضروب في الار اي. خلاص يا جماعه؟ فمهم جدا تخلي بالك من قيمه الاي اي. هو هيطلع النسبه ايه قريبه من بعض، يعني انت مثلا لو حطيتها ب 50 من 49 مش هتفرق كتير، خصوصا لو الامتحان عندك اختياري فهتختار اقرب حاجه للحل الصحيح. طيب نيجي هنا، طبعا دي سوري تسعمية ستة وستين تطلع لازم أقل من إيه؟ أقل من 1000. خلاص يا جماعة؟ طيب هنا عايز يثبت لك إيه؟ عايز يثبت لك إن السرعة بحالة التحميل هتقل عن حالة عدم التحميل، ماشي، والإي باك في حالة التحميل هتقل عن حالة عدم إيه؟ عدم التحميل، مرة 240 إنما حالة عدم التحميل كام؟ 248، وطبيعي إن التيار إيه؟ التيار هيزيد. نعم؟ لا، هو أنا بتكلم على إيه؟ كلها معظمها على الديفولوبد باور. دكتور مش فاهم قانون إن على إنه نط؟ أنت عارف المعادلة دي جت من فين؟ عارف؟ لغايه هنا عارف؟ طيب ان على ان نوت بتساوي الاي باك على الاي باك نوت في الفاي نوت على الفاي، صح كده؟ اللي هي العلاقه اللي بالدايره دي. طيب احنا قلنا الفاي نوت بتساوي الفاي، ليه؟ لان الفلكس ثابت. ليه؟ لان الاي اف ثابت. مين اللي قال كده؟ لان اصلا الاي اف بتساوي الفولت بتاع السبلاي على الار دي، الار دي ما اتغيرتش 250، والفولت بتاع السبلاي ما قالليش ان هو اتغير 250، فكده التيار هو 1 امبير، فالفلكس هيفضل ثابت. فاقدر اطير الاثنين دول على بعض، تطلع الان على ان نوت بتساوي الاي باك على الان باك نوت. دي الحته اللي مش فاهمها؟ تمام.
جبنا الإيباك وجبنا الإيباك نط وعندنا الإن نط، فأصبحت معادلة في مجهول واحد وهو الإن، وطلعنا قيمته وقلنا خلي بالك خلي بالك اللي بيصورني تقول خلي بالك إن قيمة الإن لازم هتقول هتكون أقل من الألف، ودي كانت تشكل الحل بتاعك. أنا هو أول ما طلعت أول ما قرأت أصلا 9666 عرفت إن هي غلط، لأن 9000 أكبر من إيه؟ أكبر من الألف. خلاص؟ طيب عندنا مثال تاني. دي المثال ده بيتكلم على السيريز موتور، دي سي سيريز موتور. دي سي سيريز موتور بالشكل ده. سيريز يعني ايه؟ يعني السبلاي بيغذي الفيلد والارمتشر على التوالي. فلو ده البي بتاعت السبلاي فدي الار مثلا بتاعت الفيلد. خلاص؟ احيانا بيسميها ار اس برضه على اساس ده سيريز، واللي هناك كان مسميها ار شنط على اساس ان ده ايه؟ ان ده شنط. خلاص؟ احنا هنسميها ار اف ونقول ان ده راح فين؟ نقول ان ده ار اف، ودي هنسميها ار اي اللي هي صغيره اصلا. والجهد المتولد هنا بنسميه الاي باك واتجاهه لفوق، والجهد ده اتجاهه كده، والتيار اللي بيمر اسمه اي اف، وهو هو اللي هيمر هنا اسمه اي اي، هو هو تيار اللاين. فاقدر اقول ان تيار اللاين هو هو تيار الارمتشر هو هو تيار الفيلد، لانه سيريز. السبلاي بتوصل سيريز مع الارمتشر، بتوصل سيريز مع ايه؟ مع الفيلد. طيب دي سي سيريز موتور اوبريتس ات 800 ار بي ام. الار بي ام وحده قياس رمزها ان. With a line current 100 امبير، يبقى ده تيار ايه؟ اللاين اللي هو هو تيار ايه؟ الارمتشر اللي هو تيار كل حاجه بالظبط. From 230 فولت ايه؟ مينز يعني السبلاي. خلاص؟ حتى في المعمل هتلاقي في المعمل كده كاتب لك على السبلاي الاساسي اللي بتاخد منه للتجربه كاتب لك عليه مينز، لما نبدا نشتغل في المعمل ان شاء الله. اخر حاجه هنستلمها النهارده ان شاء الله ونبدا نشتغل بيه. 230 فولت يبقى ده الفولت بتاع ايه؟ السبلاي. نسميه فولت 230 فولت. في ناس ثانيه بتسميه في اس. اتس ارمتشر سيركت ريزيستنس 15% اوم، يبقى دي ريزيستنس. الرمز بتاعها ايه؟ لا الرمز بتاعها ايه؟ ار اي. طيب والفيلد ريزيستنس كام؟ دي ار اف. لو تلاحظوا دي 1/10 ودي 15%، قريبين جدا من بعض، والاثنين قيم صغيره، في حين ان هنا حاله الشنط دي 250 ودي 2/10، يعني شوف دي كم ضعف دي، يعني 1250 ضعف، انما دي تقريبا هي زي بعض لان الاثنين دول توالي. فقلنا التيار الفيلد في حاله السيريز بيكون قيمته صغيره جدا. وبتلاحظ الموتور السيريز، موتور السيريز دايما السلك بتاع الفيلد بتاعه ايه؟ تخين جدا. الكروس سكشن بتاعته ايه؟ كبيره، لان انا عارف ان الار بيساوره الا على ايه في المقام. كل ما تكون الاي كبيره كل ما تكون الار ايه صغيره، فبقول ان المقاومه بتاعته صغيره، فالموصليه بتاعت السلك الكبير الموصليه بتاعته ايه؟ كبيره. خلاص؟ وعشان يتحمل تيار الارمتشر، لان تيار الارمتشر بيعتمد على التورك، فلما يكون الترك كبير هيمر تيار كبير. لو انت جبت الفيلد الكروس سكشن بتاعته صغير هيتحرك، ونقول ان الموتور اتحرك. خلاص؟ طيب نقرا المساله تاني. فايند ذا سبيد، يبقى كده مطلوب مننا هنا ايه؟ السبيد. طب ما كان مدهاني خلاص، يبقى احنا نسمي دي سبيد واحد واللي طالبها سبيد اثنين، وده سوري ده واحد وده واحد. الاراد طبعا مش هسميها واحد واثنين، الار مش بتتغير. عايز الان اثنين ات ويتش ذا موتور لاينز، لما التيار بتاع اللاين يبقى اي اي اثنين في الحاله دي، او اي لاين اثنين 25. اسيومنج ذات ذا فلكس ات ويتش ذا كرنت، لو الفلكس الحته دي مهمه 25% الفلكس عند ايه؟
عند الميت أنبياء. الميت أمبير دي الحالة إيه؟ الحالة الأولى لما التيار في حالة الاي اي واحد كان بيدي فلكس اسمه فاي واحد. بيقول لك الفاي اثنين دي معطى 45% من الفاي واحد. ايه ده؟ هو ليه هنا كلمني عن الفلكس؟ لانه هناك ما كانش محتاج يكلمك عن الفلكس. ليه؟ لان الفلكس كان ثابت طالما الفولت ثابت والار اف ثابته خلاص. انما هنا في مشكله. ايه المشكله؟ رغم ان دي ثابته ورغم ان دي ثابته التيار اي اي بيتغير، مره كان 100 ومره اصبح ايه 25. مش هو الاي اف؟ فطبيعي الاي اف ايه، الاي اف هتتغير، بس التغير مش تغير طردي لان الباي مع الاي اف ليها علاقه ثانيه مش هندخل فيها دلوقتي. هو بيقول لك ان الفلكس في الحاله الثانيه طبعا طبيعي لما التيار يقل فالفلكس ايه هيقل، اصبح 45% من الحاله الاولى. فعايزك تحسب لي ايه؟ عايزك تحسب لي الان. طبعا العلاقه احنا قلنا خلاص العلاقه من المره اللي فاتت هي العلاقه دي ان واحد على ان اثنين. اقدر احسبها واقول كده محتاج اول حاجه الاي باك في الحاله الثانيه كام والاي باك في الحاله الاولى كان كام، والفاي في الحاله الاولى والحاي في الحاله الثانيه هو مدهاني صح كده؟ مش هو مدهاني ان فاي 2 45 يعني لو عايز النسبه دي يبقى 1 على ايه؟ 1 على 45. يبقى اقدر اقول الفاي 1 على فاي 2 بتساوي ال 1 على ايه؟ ال 45. يبقى المطلوب مني زي المساله اللي فاتت بالظبط، اي باك 1 واي باك 2 بس. ايه اللي هيختلف؟ ولا حاجه. الاي باك هنا بتساوي ايه؟ الاي باك اللي هي هنا بتساوي الفولت ده ناقص الفولتج دروب ده، سوري الفولت ده ناقص الفولتج دروب ده والفولتج دروب ده. يعني الاي باك مطروح منها الاي اي في الار اف ومطروح منها الاي اي في الار اي سوري البي صح. يعني اقدر اقول البي مطروح منها، خد الاي اي عامل مشترك الار اف زائد الار اي. دول بيتغيروا لا على بعض بكام دول؟ ب 25 ولا كام؟ 25 اوم اللي هي 15% زائد ايه؟ 1/10. طيب مين اللي هيتغير؟ مره ده ب 100 ومره ايه؟ طب خلي بالك ان تيار اللاين مش هو تيار الارمتشر هنا؟ لا هو تيار ايه؟ وهو تيار الارمتشر ده. في الحاله اللي فاتت بس كنت بطرح منه ايه؟ الاي اف. لما كان شنط كنت بطرح الاي اف واقول لك خلي بالك ما تاخدش الثمانيه، الثمانيه هتطرح منها ايه؟ الواحد. وخلي بالك ما تاخدش ال 50 ده هتطرح منها ايه؟ الواحد. انما هنا هي نفس القيمه بالظبط، مفيش اي ايه؟ مفيش اي تغير. طيب مره في الحاله الاولى هقول الفولت 230 ناقص ال 25% تطلع لي الاي باك، ومره في الحاله الثانيه تطلع لي الاي باك. خلاص؟ طبعا التيار الاقل الاي باك بتاعته اكبر طبيعي زي من المره اللي فاتت برضه. المره اللي فاتت التيار كان 8 امبير الاي باك بتاعته 248، انما التيار لما كان 50 امبير كانت الاي باك بتاعته 240 اقل. وهنا برضه ستيل باليد برضه. الحاله دي التيار اقل 223، الحاله دي التيار الامبير بتاعه 100 طلعت 205، فالاي باك في حاله التيار الاقل ايه؟ اكبر. ليه؟ لان ده دروب كله مطروح، لما الاي اي تزيد فطبيعي ان الترم ده كله على بعضه ايه؟ يقل. طلعت الاي باك 1 والاي باك 2، ان 2 على ان 1 عندي معطى في راس المساله. كده اقدر اقول على طول ايه؟ الان 2 1940. كده ان 2 اكبر ولا ان 1؟ طبيعي ان 2 اكبر من ان 1 لان اي 2 اقل من ايه؟ اقل من اي 1. وكده يا جماعه ده اللي هنتوقف غالبا عنده، بس هناخد مش هناخد حقيقة ناخد الغياب. خلاص يا شباب يبقى كده اسمعوني خليكم معايا.